نجوى فؤاد بتقول لمحمد رمضان: ليه عاوز تاخد في المسلسل 40 مليون؟ هو انت اصلا تستاهل 5 بس؟ ظهرت الفنانة نجوى فؤاد كضيفة في احد البرامج التلفزيونية، وتحدثت عن جوانب شخصية مختلفة، وابدت رأيها حول المستجدات في الساحة الفنية مؤخرا، واتكلمت على الفنان محمد رمضان. لما اتسألت واتقال ليها: محمد رمضان بياخد تقريبا 40 مليون جنيه في المسلسل، فردت نجوى فؤاد غاضبة جدا وقالت: مين اللي ياخد 40 مليون جنيه؟ محمد رمضان ده ما يستاهلش 5 مليون جنيه اصلا، ازاي فنان زي ده ياخد 50 مليون جنيه؟ انا شايفة ان هو فنان عادي جدا، بالعكس اقل من العادي، ومش كل اختياراته الفنية بتكون كويسة، وهو اخره اصلا ياخد 5 مليون جنيه. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا، وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.